وندرلاند الكويت افتحت، وهالمرة ما في سوق سودا، وذوي الإعاقة يدخلون ببلاش. السنة وينترلاند الكويت صارت أكبر، العام كانت مساحتها 75 ألف متر، لكن هالسنة 130 ألف متر مربع. العام دخلها طول الموسم 600 ألف زائر، السنة هذه مستهدفين 3 مليون و150 ألف زائر. وعشان يحاربون السوق السوداء ما راح تقدر تشتري تذاكر إلا من خلال تطبيقهم الرسمي، راح يطلع لك باركود مظلل ما راح يفتح إلا قبل حجزك بنص ساعة. التذاكر متوفرة وبكثرة، يعني الكل يمدي. العام كان متوسط الدخول اليومي 5000 زائر، السنة هذه 15000 زائر يوميا، غير أن الألعاب زادت الدبل. السنة اللي طافت كان في 40 لعبة، السنة هذه 80 لعبة، وبازدياد مع دخول موسم الشتاء. ترى حجز التذاكر بس عن طريق أبليكيشنهم الرسمي، مو يدزون لكم روابط وهمية. أما ذوي الإعاقة دخول مجانا ومن غير موعد، ولك مرافق واحد فقط، عاد مو تجيب العائلة كاملة. في أكثر من 630 فعالية طول الموسم، وفي أكثر من 200 محل وكافيه ومطعم. وينتر وندرلاند اليوم افتحت ولمدة 7 شهور لقدام، يوميا من الساعة 3:30 لغاية الساعة 11 بالليل.